الرسالة الأولى قضية قومية، قضية قومية، يعني أنا هوجه كلامي للمسؤولين مش لصاحب الرسالة، للمسؤولين، الأخ العزيز جدا ليا وزير الصحة، والأخ الفاضل وزير التعليم العالي، وأخويا الحبيب رئيس الوزراء. الرسالة دي لكم، دي قضية قومية. واحد بيقول أنا ما بقعد في شغل ولاقي واحد قلبه وقف ووقع ما بعرفش أعمل له حاجة. فعلا دي مهمة جدا 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 يا إخوانا، مهمة جدا. نعلم الناس، بلاش الناس كلها، نعلم 50% من الشعب المصري، يعني 50 مليون، إنقاذ القلب. وبعدين هتقولي طب وأنا هجيبهم منين؟ لا، في التلفزيون، في التلفزيون الموديل هيجي وهجيب لكم اللي بيعرفوا يدرسوا على إنقاذ القلب، وتتعمل حلقات وحلقات وحلقات. فما بيشوفوا تمثيليات وبيشوفوا مسلسلات، يشوفوا دي أهم 1000 مرة. يعني إذا كان يوافقوني هنجيب المودلز، هي بتبقى على يعني نجيب بني آدم كوتش وبنوريهم إزاي تنقذ حياة بني آدم. والله يعني أنا مش عارف أقول إيه على هذا اللي هينقذ حياتي لما أقع. طب أنا مين اللي حواليا ساعتها؟ محدش يعرف. طب أنا في مول وواحد وقع، مين اللي هيبص عليه؟ كيف أقول إن هو قلبه توقف؟ وكيف أتعامل مع هذا القلب؟ حكاية بسيطة جدا، ما تاخدش 3 حلقات، كل حلقة ربع ساعة، ما تاخدش كده، بس تبقى قضية قومية. يعني همتحن السكيورتي وهو بيتعين، همتحنه اقول له ازاي تنعش قلب، لازم يقولها لي بالظبط. همتحن الطلبة في ثانوي، همتحن طلبة الجامعة. يبقى جزء هام جدا في حياتنا ده، وظيفة او مهمة المسؤولين. احنا هنعلم، ادينا الاوكي، هنعلم ازاي انعاش القلب. انت تخيل في بيتك، افرض واحد وقع وقلبه توقف، ده يعيش، والله يعيش، لكن لو سيبته مات. عشان كده انعاش القلب مهم جدا جدا جدا. سبب ايه اللي بعت الرسالة بيقول طب ايه اسباب ممكن واحد قلبه يتوقف؟ احنا مش هنقول اسباب قلبه يتوقف، هنقول اسباب الموت الفجائي. الموت الفجائي يعني واحد معروف عنه انه في كامل الصحة وهوب راح واقع قلبه، وقف وتوفى.